سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير. اليوم عندنا زوز مواضيع في روبريك أول ضيف خفيف. ضيفنا هو أول الجنرال تيجاني إكتاري اللي هو أول آمر حرس وطني في تونس، يعني من مؤسسي مؤسسة حرس الوطني في تونس. في الحقيقة هو حديث في الذاكرة، محاولة لاسترجاع جزء من تاريخ تونس، لأكيد فرصة أنه نتواصلوا مع ناس عندهم بصمات في تأسيس الجمهورية التونسية وتأسيس لها البلاد هذه ووضعها على السكة. إذن تيجاني إكتاري كما قلت هو جنرال ومن مؤسسي مؤسسة الحرس الوطني، لنا معه بعد قليل مصافحة هاتفية، إذن دردشة حول ملابسات تكوين هذه المؤسسة العريقة الحرس الوطني، وبالطبع شيء من الحديث عن تاريخ تونس الحديث. الموضوع الثاني هو في روبريك بطاقة، البطاقة نسندها لهذا اليوم لجمعية جديدة تأسست منذ أيام، إذن هي الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية. الأكيد هذا الموضوع مهم جدا، وهذه الجمعية مهمة ستكون بما أن هذه الصحافة هي صحافة وليدة في تونس لكنها في بعض الدول الأخرى متقدمة علينا بأشواط، وساهمت في تغيير مشاهد. نتحدث على أمريكا مثلا، بوب وودورد اللي هو صحافي استقصائي كان له أثر كبير في تغيير المشهد السياسي بما أنه أقال الرئيس وقتها. باش نتحدثوا في الإطار هذايا مع واحدة من مؤسسات متاع الجمعية هذه، هي حنان زبيس الإعلامية. حنان زبيس ستكون بيننا كذلك بالهاتف بعد قليل. إذن في روبريك ضيف خفيف اليوم ضيفنا هو الجنرال تيجاني إكتاري اللي هو من مؤسسي مؤسسة الحرس الوطني في تونس، بل قد نقول المؤسس مؤسس هذه هذا الركن الكبير في الأمن التونسي، الحرس الوطني التونسي. إذن سيدي تيجاني إكتاري معنا على الخط، أهلا وسهلا، مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا لك. إذن باش نتردش شوية ونحاولوا نتذكروا إذا كان أمكن هذه شهادة تاريخية. أكيد أنت بالأمس تقريبا وقفت معنا مع هيئة الحقيقة والكرامة في شهادة تاريخية، نحب ناخذ جانب منها سيدي تيجاني، الأيامات الأولى ما بعد الاستقلال وحتى قبل الاستقلال في تكوين هالمؤسسة، هذه مؤسسة حرس الوطني، كيف كانت؟ هو في الواقع يعني الاتصال بالهيئة نتاع الحقيقة والكرامة بدات لأنه عنده ملف يهم سي محمد الصفاقسي اللي هو ركيزة من ركائز الحرس الوطني من عام 55، حتى من قبل 55 كان ركيزة من ركائز الحرس الوطني، لأنه يعني وقعت مظلمته من قبل يعني محجوب بن علي، وحب يدزو في جز به في مؤامرة هذيكية نتاع نزار الشرايطي وباش يتخلص منه هو وبعض جماعة من العناصر الأساسية نتاع الحرس الوطني. هذه من جهة. من جهة ثانية يعني الحرس الوطني في الحقيقة الجذور نتاعه الأصلية كانت يعني مرسومة في من عام 45 و 46 لأنه في تعرفوا في الكشاف المسلم التونسي في عام 55 عملنا شو اسمه قسم جديد يسميناه قسم التجوال الأعلى، وعنده فروع هذا القسم التجوال الأعلى. الفرع الأول يتلها مثلا في ناس معدين باش يعملوا مقاومة سرية، أما خرجناها من الحرس بعدناها على الحرس على الكشافة باش ما يقعدش يعني نار. كان اسمها بلا ذكرني، كان اسمها الكشاف المسلم التونسي هكا، كشاف المسلم التونسي. أيوة كشاف المسلم التونسي، دي كان فيه سي نجار برحومة عندكم من قابس، من قابس نعم، وعندكم سي حبيب قرفال من قابس، وعندكم سي بوبكر عزيز من قابس، وعندكم هذا من اللي تفكرهم يعني من جيلي يعني واحد من قابس في الكشاف المسلم التونسي. واضح. إذن البداية الأولى ونجم نحكو على الإرهاصات الأولى متاع العمل في الحرس الوطني بدأ من الكشافة، يعني من الكشافة يعني نعم. فكرنا باش نكونوا ضباط مثلا في الشرق، باش نكونوا يعني باش ناخذوا مهمة في تكوين في تركيز يعني الدولة التونسية بعد الاستقلال. معناها 11 سنة قبل الاستقلال بدأ التفكير ربما في الكور متاع الأمن التونسي المستقبلي.
قبل الاستقلال فكرنا في عباد، فكرنا في اتجاه، اخترنا يعني برشا ناس يعني اللي نحبوا نأهلوهم لهالمسؤولية هذه، وكانت الكشافة راهو مستقلة على جميع الهيئات السياسية الأخرى كل يعني باش يكونوا واضحين. ومن جهة أخرى كان يعني في الحزب الحر الدستوري التونسي كان سي طيب نهيري داهي زاد بهالأمور هذه يعني في تاع الأمنية والتكوينية قبل الاستقلال. عاد بعد يعني عملنا مخيمات يعني سرية وكوننا فيها ناس باش دربوا شوية على السلاح، دربوا على باش يعملوا يعني مفرقعات، باش نعملوا شوية روح الانضباط، روح التضحية، روح يعني حب الوطن، يعني الوطنية الصادقة اللي هي يعني وطنية مواش بمقابل وطنية صرفة. عاد كوننا برشا ناس، وعندنا كيف جاء الاستقلال الداخلي، يعني الاتفاقية نتاع الاستقلال الداخلي تقول أنه الأمن يتسلم يعني الحكومة التونسية بعد 20 سنة. نبداو في مفاوضات باش نكونوا يعني نسلموا الأمن في أيدي التوانسة. وبعد صار الظروف، ظروف داخلية في تونس وظروف خارجية، الجو نتاع الأمم المتحدة والجو نتاع بلدان تيرموند يعني البلدان العربية والواحد قبل ما نوصل سي سيدي جاني، معناها الامن التونسي وقتاش انفصل على مؤسسه الكشاف؟ ما انفصلش عن مؤسسه، انا احكي لك يعني واش صار بعد. يعني تكون يعني بعد هيك العمليه نتاع الفلاقه سلموا السلاح نتاعهم والبدا ذات الحكومه الفرنسويه تميل شويه يعني للحكومه التونسيه، يعني بداوا يعني يحكيوا شويه في الامن. وبعد الاستقلال يعني الاستقلال يوم 22 مارس، يوم 28 مارس سلموا لنا زوج يونيتي وحدتين من حرس مش حرس عاد المخزن المتجول. واحنا وقتها سي المنجي كان وزير الداخليه، منجي بان موجي سليم، موجي سليم ايوه موجي سليم كان وزير الداخليه، اسس مصلحه سماها مصلحه الامن والمخزن والوجق التصبيحيه. علاش سماها هكا؟ على خاطر ايش؟ سما شويه يعني تململ من طرف الباي، انه التسميه هذه جعلت مكنت سي المنجي والمسؤولين التوانسه باش يقولوا له راهو احنا نحبوا نكونوا هذوما الكل امور، هذوما مؤسسات تحت النظام نتاعك، والفرنسويين نحاول كل النفوذ، احنا نحبوا نحيوهم من جديد ونحطوهم تحت النفوذ نتاعك. هذاك باش قبل باش تكون المصلحه هذيا، وباش قبل باش ننتدبوا 1000 عون. في انتداب ال 1000 عون من شكون انتدنا وقع انتداب؟ انتدابهم كلهم بالفلاقه والمقاومين السياسيين في المدن. وبعد الالف شخص هذوما يلزم الاحاطه بهم، يلزم تكوينهم، يلزم يعني ايواهم، يلزم يعني برشا حوايج. استفدت انا من وجود القاده نتاع الكشافه اللي هما عندهم ممارسات في الشان هذايا، برشا قاده من الكشافه جبناهم وقت عطاونا معسكر بوفيشه يعني وسمينا عليه سي احمد جباره يعني كمسؤول على التكوين يعني العسكري. قعدوا 6 شهور تكوين عسكري بحت في بوفيشة، ويعاونوه يعني برشا من القاده نتاع الكشافه. لما تكون هذا بعد يعني جات يعني الفتره نتاع الاستقلال ومفاوضات باش خذينا باش سلمونا مراكز الجندرمه، ووقتها تكون عاد الحرس وعملنا له نظام خاص يعني ستاتيو يعني في الحرس يوم 28 سبتمبر، وخذينا الجندرمه يعني وقع تسليم الجندرمه 28 سبتمبر انا وعام 56 ايوه 56. هذا التكوين يعني الرسمي لمؤسسه الحرس الوطني. التكوين الرسمي بينما هو في الواقع، وانت كنت اول امر الحرس الوطني تقريبا. انا كنت مؤسس الحرس الوطني. نعم انا اسست الحرس الوطني من الف الى الياء،
كله يعني. والشيء المهم هو انه الحرس الوطني معاولنا فيه حتى ما عندناش فيه تدخل اجنبي بالكل. معاولنا فيه لا فرنسيس لا انجليز لا امريكان ولا حتى ولا عرب ولا حتى حد. الحرس الوطني تونسي 100%. وكانت من المهام ربما الكبيره اللي عملتوها وقتها هي ترسيم الحدود، وكانت مهمه صعبه كبيره. ترسيم الحدود كان فيه مشكل كبير يعني، لانه ما كانش معروفه وكانوا كلهم يعني فرنساويين يعني اللي شادين الحدود. وبديناها وتكونت يعني فرقه يعني المهمه نتاعها، مشينا للحدود ورأستها انا شخصيا الفرقه هذه، ومشينا بدينا من واحد رقم واحد العلامة رقم واحد حتى العلامة 233 في الجنوب. بديناها واحدة واحدة وثبتنا من وجودها ومن ومكانتها الرسمية لكن في الحدود هذيك. وقتها كانوا الفرنسويين، احنا استفدنا من العملية هذه باش حضرنا جو باش وكوننا فرقة يعني سريت الصحراء، سميناها سريت الصحراء باش هي تاخذ الرولاف نتاع المنطقة هذيك وتكون عندها حراسة الحدود. هكا كيفاش بدات. وعملنا الحدود هذا ما بين تونس والجزائر نفس العملية بديناها من بير حزوة حتى البير بير سلطان. هذه العملية نتاع الحدود. كان بورقيبة هو القائد وقتها الأكيد. نذكروا أنه كان ثم معناها صراع بين اليوسفيين والبورقيبيين، هل أثر الصراع هذا على مؤسسة الحرس الوطني؟ الصراع هذا هو صراع سياسي ما بين زوج زعماء سياسيين، والحرس الوطني تكوينه وطني ماهوش سياسي. يلزمنا نفرقوا ما بين الوطنية والسياسة. الوطنية نوع هي الواحد يقوم بعمل لفائدة الوطن، والسياسة هذيك هي لفرض يعني اتجاه معين لأخذ يعني اتجاه معين للبلاد يقوم بها الناس السياسيين. احنا ما عندناش دخل في السياسة بالكل. الحرس الوطني هو يعني مؤسسة وطنية تعمل يعني لصالح الدولة التونسية لا لصالح زيد أو عمر. هذه المهمة نتاعها هي مهمة أساسية أمنية لفايت البلاد، لفايت الدولة التونسية. هذا الشيء المهم. لكن بورقيبة كانت عندها حسابات سياسية، بورقيبة كانت عندها حسابات سياسية وحاول يوظف ربما الكادر الأمني من أجل أن يصفي حساباته مع الطرف الآخر اللي هم اليوسفيين. لا ما في وقتي أنا يعني مش ممكن نرغم اللي هو حط لنا محجوب بن علي يراقب ويعمل ويجيب له في الأخبار ويجيب له في كذا، يعني ما نجمش حتى ما نجمش يستعمل الحرس الوطني لاغراض يعني برا بوليتيك كما يقولوها يعني خارج على النطاق نتاع المهمه الاساسيه نتاع هيكل امني. ما نجمش، ما خليناش مجال، ما خليناش مجال. وهذا راهو يرجع الفضل نتاعو للتكوين الاساسي الصحيح اللي كونه سي احمد جباره. يعني هذا كان من مرسوم المهدية وكان قرا في المدرسة العسكرية في بغداد، يعني كان عنده روح الانضباط وروح الوطنية غرسهم في هكا الشباب هكا الألف شخص حتى ولاو يعني ما يتكلموا وما يتأثروا وما يحكموا إلا بالوطنية في الوطنية وخدمة البلاد. باهي سيدي جاني نسألوك عن تقييمك لمؤسسة الحرس الوطني منذ بدايتها إلى الآن، يعني منذ ما تسلمتها أنت وأسستها أنت إلى حد الآن أكيد عندك لها تقييمات. ثم برشا حديث الأيامات هذه على إمكانية إلحاق المؤسسة هذه بالجيش الوطني، شنو رأيك في هذا؟ نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول هو أنه الحرس الوطني هو مؤسسة يعني عتيقة يعني ثابتة قوية ملتزمة، والبلاد في الأزمات وفي الأوقات الصعبة من قد كان الحرس من عام يعني من أكتوبر 56 لليوم اللي في الواجهة الأولى واللي قائم بالدفاع عن البلاد هو الحرس، حرس الوطني قائم بأكبر مهمة في الدفاع وفي يعني استقرار الأمن في البلاد. باش نوضحوا للسادة المستمعين، لأن ثم تقسيم بين الشرطة والحرس. الحرس في العادة يكون مهامه خارج المدن، يعني خارج المناطق الحضرية. إيه
وبالتالي يكون هو عرضه اكثر للاخطار ولا المواجهات مع دول الخارج. بالطبيعه هو كعلاش عامل له تكوين عسكري باش يعني يجابع كل الامكانيات، يجابع كل الحالات، يعني سواء كان من اهالي وسواء كان من الخارج. وهذا اللي قاعد يصير تويكا مثلا. وهذا اللي قاعد يصير. نعم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني شنو هو؟ فكرني في السؤال الثاني. السؤال الثاني امكانيه الحاق المؤسسه بالجيش الوطني. قبل ما نكونوا الحرس في طور تكوين الحرس الوطني، وقعت برشا جلسات انا وسي الطيب المهيري الله يرحمه وسي الباهي رضم اللي كان هو وزير الدفاع في الحرس الوطني لازم يكون في الداخليه ولا في وزاره الدفاع. واستقر الامر باش يكون في الداخليه تحت السلطه المباشره للوزير. ما هوش في صلب اداره الامن، مستقل عن اداره الامن، ولكن تحت يعني السلطه الاداريه المباشره لوزير الداخليه. ونحينا هذيك الفكره لانه كانت بالحقيقه الناس كلها كنا متاثرين انه الجندرمه في فرنسا ملحقين يعني بالوزاره الدفاع الوطني الفرنساوي. ولكن ما تنساش اللي تو 6 ولا 7 سنين الحقوا الجندرمه بوزاره الداخليه. تو الجندرمري فرنساز تابعه وزاره الداخليه الفرنسويه مش تابعه وزاره الدفاع الفرنساويه. دونك الحل اللي احنا اخذيناه عام 55 رجعوا له الفرنسيس توريكا تو 7 سنين. شكرا لك سيدي جاني على كل هذه الإيضاحات، والأكيد ما حبنا برشا سوايا معاك باش نشطوا ذاكرتنا وباش يعرفوا جيل توا كيفاش تكونت هالدولة هذه. خلي لي كلمة إذا كان حب تختم فيها الحوار، تفضل كلمة ليك. والله كلمة الختام هو يلزم التوانسة يرجعوا يخدموا لفاية البلاد، يخموا على البلاد قبل ما يخموا على أنفسهم. ولأنه علاش كل هالكلام هذايا؟ على خاطر كي نفكروا هالتفكير هذايا نظروا انه الحياه الراقيه، الحياه الهادئه لاولادنا ولاولادنا، وهذا المهم. ونظروا انه هذاك بقاء واستمرار الكيان الدوله التونسيه. التحيه العسكريه من جنرال تيجاني الكتاري، شكرا على كل هالافادات، وان شاء الله نلتقيك في مناسبات اخرى ونحاولوا نشطوا ذاكرتنا وننوروا خاصه الجيل الحالي لما وقع في بدايات الاستقبال. اذا كان هذا الجنرال تيجاني الكتاري مؤسس الحرس الوطني. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا الى حديث اليوم في روبريك بطاقه للجمعيه التونسيه للصحافه الاستقصائيه. اذا هذه جمعية وليدة تأسست منذ أيام. معنا على الخط الأستاذة حنان نزبيس، واحدة من المؤسسات. أهلا وسهلا بك حنان. أهلا بك محمد وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. إذن هالروبريك هذا بطاقة، هو بطاقة تعريف لجمعيات وأحزاب جديدة. الأكيد هذه الجمعية الجديدة ننتظر منها الكثير بما أن المجال بتاعها مجال كبير وخطير كذلك. الصحافة الاستقصائية انت تعلمين تاريخها في العالم وكيف أثرت في دول معناها متقدمة. للأسف في تونس مازلنا بعد شوي ربما على العمل متاع الصحافة الاستقصائية في العالم، لكن خطى بدت ربما وإذا خاصة ما بعد الثورة. الكلمة ليك، كيفاش تناديتم كمجموعة من الصحافيين لتأسيس الجمعية هذه، وشنو مجال عملها، وشنو ننتظر منها كعالمين؟ بالضبط محمد، كما أنت قلت هو اليوم ثم حاجة كبيرة لمثل هذه الجمعية ولتكوين جيل كامل من الصحفيين التونسيين في مجال الصحافة الاستقصائية. احنا قبل الثورة ما كانش عاد مجال باش ناخد الصحافة الاستقصائية، لأنه الصحافة الاستقصائية يلزمها بعض معناها المكونات أو الظروف الملائمة، يلزمها أول حاجة مناخ من حرية التعبير، يلزمها قانون يسمح بالوصول إلى المعلومة، يلزمها زادة تكوين للصحفيين على هذا النوع النبيل من الصحافة اللي هو ماهوش الناس كل تنجم تمارسه، لأنه يحتاج إلى الكثير من الصبر والشغل والخبرة، وخاصة أنه يحتاج إلى إمكانيات زادة وإلى وعي بخطورته لأنه فيه مخاطر. فنحن مجموعة من الصحفيين نجم نقولوا لازم برشا وقت وبرشا مال زادك كذلك، برشا امكانيات. ايه يلزموا برشا وقت وبرشا صبر وايمان بالقضيه اللي انت تشتغل عليها، ويلزموا فلوس زاده امكانيات بالطبيعه، لانه يعني لازم حد يمول لك الوقت هذاك الكل اللي انت باش
معناها تقضيه في البحث، ويلزمني مول لك زاد اذا كان احتجت للقيام باحصائيات او للقيام باختبارات في المخابر الى غير ذلك. هات خلينا نعرفه ونبدا بالتعريف. سلمي، يعرف شو معناتها صحافه استقصائيه؟ كيفاش تعرفيها؟ هي الصحافة الاستقصائية هي الصحافة اللي ما تقتصرش على نقل الخبر، وإنما تنتقل إلى جذور المشكلة، تحاول تبحث في لماذا صارت هذه المشكلة أو التجاوز، وتعين من هم المسؤولون عن هذا المشكل، وتسعى إلى محاسبتهم أمام الرأي العام. على هذاك احنا في الصحافه الاستقصائيه في اخر التحقيق يكون ثم مواجهه بين الصحفي على ضوء ما هو قام بجمعه من معلومات، تصير مواجهه بينه وبين المسؤول عن الضرر اللي حاصل او عن الفساد اللي حاصل او عن المشكله اللي حاصل. فهي معناها صحافه العمق، خلينا نقولوا صحافه تذهب الى جذور المشكله، تحاول تحيط بها من كل الجوانب، تحاول تحدد من هو المسؤول، وتحاول تدعو الى محاسبته، تفتوا امام مسؤوليته قدام الراي العام. معنى الصحافي الاستقصائي نجم نقارنوه بمهمه باحث البدايه تقريبا بنفس الطريقه، وان كان ربما تتغير المهام ولا ربما المواقع، ولكن النتيجه في الاخير هي بيدها. معناها في الاخير تعين الجهه المسؤوله. نعم. كما قلت انت، معناها هما كيما 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 حاكم التحقيق في المجال نتاع البوليس، معناها هو يقوم بتحقيق كامل، يلزم يطلع في الاخر شكون هي الجهه المسؤوله باش يوجه لها التهمه الى حد ما، باش يحطها قدام مسؤولياتها امام الراي العام. فنحن مجموعه من الصحفيين تكوننا في مجال الصحافه الاستقصائيه منذ 2011، فينا اللي قام بتحقيقات، فينا اللي درب على الصحافه الاستقصائيه، فينا اللي اشرف على تحقيقات، فينا حتى من تحصل على جوائز في الصحافه الاستقصائيه. جينا بعد الوقت كلكم تقريبا ولا اغلبكم من معناها من ابناء اريج هكا ولا؟ بالضبط، هي اريج اول منظمه معناها عربيه ودخلت لتونس ب 2011 وبدات الدار وبدينا معاه. فالتراكم اللي صار عندنا قلنا علاش نحن ما نعملوش حاجه لتونس للصحفيين التوانسه، بما انه ثم كما قلت انت قبيله شويه ثم حاجه ل القيام بالصحافه الاستقصائيه، ثم ظروف تسمح، ثم معناها علاش ليه نعملوا حاجه لصحفيين الاستقصائيين، لانه ولات ثم محاولات محتشمه من هنا من هناك. فما مثلا مواقع بدات تشتغل تتخصص الصحافه الاستقصائيه كما انتفاضه، فقلنا علاش ما نجمعوش الناس هذوما الكل، نوايات زاده سمحني، نجمعوش الناس هذوما الكل في اطار جمعيه، نحاولوا من خلالها نشر اول حاجه نشر الصحافه الاستقصائيه والتعريف بها واصولها وبتقاليدها، ثانيا تكوين الصحفيين بالنسبة للمبتدئين اللي ما عرفوش نكونوهم، وبالنسبة اللي عندهم خبرات نحاول نحسنوا من الخبرات نتاعهم، ثالثا نعاونوا الناس اللي تحب تعمل تحقيقات استقصائية ومؤسساتها للأساس ما تسهلهاش باش تقوم بالتحقيقات أو ما تمولهاش أو ما تعطيهاش وقت الكافي، فإحنا نكونوا إلى حد ما نساعد الصحافي بالتمويل وبالإشراف مدة قيامه بالتحقيق الاستقصائي، ثم مساعدته في نشر تحقيقه سواء في وسيلته الإعلامية أو على موقعنا، لأنه احنا في برنامجنا باش نعملوا موقع ويب يكون بلاتفورم باش نشر فيه التحقيقات اللي يتم إنتاجها من قبل الصحافيين اللي يتعاملوا معنا. في برنامجنا زادا نحبوا نعملوا تعاون مع طلبة معهد الصحافة باش زادا نكونوا الطلبة في مجال الصحافة الاستقصائية. نحبوا نعملوا تشبيك مع المجتمع المدني المحلي او الحاجه الناس اللي تشتغل على مكافحه الفساد والناس اللي تشتغل في مجال الصحافه بشكل عام، نحبوا نشتغلوا معاهم ونتعاونوا معاهم. نحبوا نعملوا تشبيك مع منظمات مماثله لنا نحن مثل اريج، مثل منظمات اخرى اللي تشتغل في مجال الصحافه الاستقصائيه على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي، باش نستانسوا بخبرتهم ويستانسوا بخبرتنا، وعلاش ليه نعملوا تحقيقات مثلا معناها تحقيقات كومون معناها مشتركه مشتركة سمحني، يقع فيها التعاون بيننا وبينهم، لأنه تعرف التحقيق الاستقصائي ساعات تكون جزء من المعلومات موجود في تونس، جزء موجود في لبنان، جزء موجود في المغرب، فيكون ثم تعاون بين الصحفيين يكون خير. ثم نحبوا نعملوا مؤتمر سنوي
على يعني لموا فيه الناس اللي الشبكات هذه المماثلة والناس اللي يشتغل الصحافة استقصائية على المستوى العربي والدولي نتبادلوا فيه الخبرات وعلى أثره في أخره نقدموا جائزة أحسن عمل استقصائي تونسي. نعم تفضلي كملي فكرتك. لا هذا معناه بصفة عامة هذه الأهداف العامة اللي نحبوا نشتغلوا عليها. احنا قريبا ان شاء الله باش في الروتري معناها باش نبداو نفتحوا باب الانخراط للجمعيه ومنا لاخر السنه باش نعملوا مؤتمر تاسيسي لانه احنا تو عاملين معناها مكتب مؤقت بالاعضاء يعني الموجودين المؤسسين ولكن نحبوا نعملوا انتخابات ويطلع مكتب منتخب اللي هو باش يشرف على اعداد خطه عمل يطبقوا فيها الاهداف اللي كنت نحكي لك فيهم هذوما الكل. الصحافة الاستقصائية عفوا هي معناها صحافة نبيلة وعندها أهداف جد مهمة لكن ما يمنعش هذا أنه ثم بعض الانحرافات من هنا وهناك كما كذلك بحث البداية ساعات يلفق تهم ويجد لها ربما مؤيدات من هنا وثم برشا مظالم في السجن كذلك بعض الأبحاث الاستقصائية قد تحيد وتكون ربما هدفها انتقامي أكثر من البحث عن الحقيقة. يا محمد علاش نحن نحب عملنا الجمعي لأنه لاحظنا أنه الناس كل تحكي على الصحافة الاستقصائية وتقريبا كلهم همش عارفين شنية هي الصحافة الاستقصائية لأنه الصحافة الاستقصائية مش أي واحد يعملها أول حاجة وعندها قواعد وعندها تقاليد في العالم فما يجيش واحد يعمل سكوب ويسخير روح عمل صحافة استقصائية ولا واحد يجيب تسريبات ويسخير روح عمل صحافة استقصائية. يعني أنت كتجيب سكوب وتجيب المعلومات يلزمك تعمل ركوبمون للمعلومات هذيك يلزمك تدعمها بشهادات أخرى يلزمك تدعمها بتحقيقات ميدانية يلزمك تدعمها مصادر مختلفة تكون بمصادر مختلفة يلزمك تدعمها بوثائق يعني يلزمك تعدد المصادر خارطة المصادر هذية معناها أكس كامل تشتغل عليه في البلاد الصحافيين كيفاش يعمل الخارطة الذهنية للمصادر اللي بش يعتمدها فما ينجمش يكون مصدر واحد ولا مصدرين يقول أنا أعمل صحافة استقصائية. فكرتنا نحن علاش حابين نعملوا حابين نعرفوا شنو هي الصحافه الاستقصائيه باش الناس تعرف باش الناس شنو هي قواعدها كيفاش ينجم حد يمارس الصحافه الاستقصائيه ويكون معناها شخص يقوم بعمل مهني وملم لانه انت باش تمشي الاماكن حتى معناها عميقه اللي الشخص العادي ما يمشي لهاش الصحافي فلازمك تحمي روحك زاد لازمك تجمع كل المعلومات على القضيه ذيك بحيث تولي انت المتخصص في هذه القضيه بحيث كي باش يجي المسؤول عن الغلط والمسؤول على الفساد ولا على المشكله اللي انت عالجتها باش تجي تواجه ولا باش يجي يتهمك ما يلقالكش ثغرات لازمك انت كما تقولي يكون دوسيك معناها كامل وشامل باش حتى من بعد كي توجه له اللوم وتوجه له الاتهام ما يلقاش هو حتى ثغره ولا حتى سبب باش يقول مش انا ولا يلصق المشكله معناها التهمه لحد اخر. انت باش تتهم حد بانه مسؤول عن مشكله ما وباش معناها تكشف الحقيقه عن مسؤوليته ويلزم تكون انت جمعت كل المعلومات كل المصادر نتاعك مثبته ما فماش هذيا مصدر غير معلوم او مصادر موثوقه او اذا مصادرك الكل تكون ثابته اذا وثائقك الكل تكون موجوده ومعلوماتك كلها تكون حقائق تم إثباتها حتى تقدر بعد في الأخر تقول الشخص هذا أو الجهة هذه هي مسؤولة على مثلا الفساد اللي صار في المؤسسة هذه أو على المشكلة البيئية هذه وعلى المشكلة الصحية هذه وانت تعرف كل يوم نسمع في فضائح تصير ومشاكل قاعدة تصير اليوم مشكلة اللوالب غدوة مشاكل بيئية بعد غدوة مشاكل في الفساد يعني الحاجة اليوم في المجتمع التونسي لكشف الحقائق على الفساد اللي قاعد يصير في مختلف المجالات حاجة كبيرة والمواطن محتاج يعرف الحقيقة ويعرفها من مصدرها ويعرفها حقيقة مثبتة. لهذا دور الصحفي اليوم ما عادش فقط نقل المعلومة وإنما دوره أنه يتعمق في المعلومة هذيك أنه يعطيني البلوس لأنه نقل المعلومة ولا أي حد ينجم ينقل الصحفي أو المواطن أو اللي عنده فيسبوك أو الشخص اللي في الشارع اللي موجود على عين المكاري نجم ينقلها لك المعلومة ولكن الصحفي الفالور اجوتي نتاعو القيمة المضافة نتاعو انه باش يجيب لك معلومة مدقة ومعلومة تم التعمق فيها ويعطيك فكرة كاملة وشاملة عن الموضوع اللي هو قاعد يشتغل عليه باش في الاخر نحدد من المسؤول. قلت لك الصحافة الاستقصائية هي تحديد اهم شيء فيها هو تحديد من المسؤول ومطالبته بانه يقوم بإصلاح الضرر اللي هو تسبب فيه.
نحب نسألك علاش تتصوري أنه تونس كانت متأخرة شوية على بقية الجهات؟ نحكم مثلا في الأردن، أريج الآن عندها سنوات ما العمل معناها في العمل هذا، تونس وتونس في الأخير استفادت حتى من تجربة أريج، علاش زعما معناها ما كناش سباقين للنوع هذا من هل قلت لك نحن كان فما ظروف معينة باش تصير فيها الصحافة الاستقصائية، أهمها المناخ، ساعة متاع الصحافة بشكل عام، حرية التعبير. احنا انت تعرف احنا كنا تحت ديكتاتورية، ما كان عندنا بوسيبيليتي باش نخدموا اي صحافة استقصائية وحتى صحافة بشكل عام. هذه واحد. اثنين، ثم قانون الوصول الى المعلومة اللي هو يخليك انك تقدر توصل للمعلومة الموجودة عند الاداري، اللي هو ما يعطيها لكش انك توصل للادارة وتطالبها باش تعطيك المعلومات اللي انت اللي تقول عليها توب سكريت. بموجب قانون الوصول للنفاذ للمعلومات تولي عندك البوسيبيليتي باش توصل للمعلومات هذه. الأردن هي من أول البلدان العربية اللي عندها قانون النفاذ للمعلومات اللي نحن صار عنا بعد الثورة. ثالث حاجة هي الوعي، إنه قبل الثورة ما كانش عندنا وعي بأهمية الصحافة الاستقصائية، بأهمية الصحافة بشكل عام. كانت معناها صحافتنا كلها مجرد نقل المعلومات أو لادعاء النظام اللي موجود. توا ولات عندنا البوسيبيليتي وتحلت المنافس إنه نحن نشتغلوا على أشياء بعمق، إنه نتعمقوا في قضايا، إنه نشتغلوا على مواضيع ما كانش مسموح لنا باش نشتغلوا فيها قبل. ولا شنو اللي نقصنا؟ ولات نقصنا المنهجية. إنه الصحفي يكون عنده منهجية عمل، إنه تبدأ عنده ينطلق من فرضية تحقيق ويقوم بالتحقيق. ولا اللوم يتلقى قبل كان معناها اللوم للمحيط للمناخ اللي الموجودين فيه، توا ولا اللوم علينا نحن لأنه المناخ يسمح لنا، كل شيء متوفر، المعلومة متوفرة، القانون يسمح لك بالنفاذ للمعلومة، توا ناقصك الخبرة. معليك كان كصحفي تمشي تتكون على أسس الصحافة الاستقصائية وتقوم بالتحقيق اللي تحب عليه، وثم معناها دي ستركتور كيفنا نحن كيما منظمات أخرى تنجم تعاونك، تنجم تمولك، تنجم تقدم لك النص. حنان في كلمتين، الوقت داهمنا. انت تعرفي انه الصحافه هذه ساهمت في العالم في كثير من التغيرات في المشهد السياسي، نحكوا على فضيحه ووترغيت في امريكا عام 1968 واستقاله كينيدي بعد عمل استقصائي لبوب ودور. هل نيكسون عفوا، هل تعتقدين ان يمكن ان نحلم على الاقل من خلال البدايات اللي بدينا فيها ان ربما الصحافه هذه تاثر بشكل من الاشكال على المشهد السياسي والمشهد الاجتماعي؟ شوف، هو التاثير ماهوش باش يكون مع مباشره باش تراه معناها ايميديات توتو، على خاطر زاد الصحافه الاستقصاء يقوم بالبحث نتاعو صحيح ويعين المسؤول، ولكن زادة لازم تكون ثم ثقافة المحاسبة في المجتمع. لازم يكون مجتمع مدني كامل معاه باش يعمل معناها ضغط حتى تتم من محاسبة المسؤول، حتى يتم تغيير القوانين الموجودة، حتى البرلمان مثلا ياخذ النتائج التحقيق ذاك ويستعملهم لتغيير الواقع. بس ما تكونش أحلامنا كبيرة برشا، خلينا نبدأ بشوية بشوية. نحن نحب ساعة نعلم الصحفي كيفاش يخدم بطريقة مهنية ويقوم بتحقيق معمق. شكرا لك حنان على كل هذه الإفادات. إذن حنان زبيد تحدثنا على الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية وتحدثت عن الأمل، وباش نختمه بالأمل كما تراه فيروز. سبور، موسيقى، الأخبار، وزفن سمعك التصوير.